مرحبا مواليد بوشدالو، كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 26 آب أغسطس للأحد 1 سبتمبر؟ شو في عنا بهذا الأسبوع؟ نحن تحت تأثيرات طبعا الشمس من الجزء الثاني من الشهر من برج العذراء، حكي عن هذا الموضوع بالتفصيل بفيديو مخصص لهذا بتلاقوه على الشاشة أو بعلبة الوصف. عنا بهذا الأسبوع انتقال كوكب الزهرة لبرج هوائي برج الميزان، وذلك يوم الخميس، وهي المسألة رح بتساعدكم. أما كوكب عطارد فرح يرجع يتقدم، تأثيره شوي تقيل عند مواليد العشرية الثالثة، فبدكم تنتبهوا. خلونا نبلش لحتى تعرفوا تختاروا كل يوم بالنسبة لعملكم. الاثنين والثلاثة 26 27 آب أغسطس القمر موجود ببرج الجوزاء، صديق جدا لإلكم. عندنا المشتري هونيك، عندنا المريخ هونيك، فهالتأثيرات الحلوة كلها ثلاثة عم يعطوكم قوة كتير كبيرة لحتى تواجهوا كل هذا الأسبوع بهاليومين، وأيضا كل الأسبوع الفائت بتواجهوا كل شيء بهاليومين وبتحل حلوة. فترة جيدة جدا بل ممتازة، ضروري تستفيدوا من كل لحظة في هذين اليومين الرائعين، وبيبقى الجو ممتاز حتى الأربعاء الساعة 11:50 دقيقة قبل الظهر توقيت بيروت. فترة إذا ممتازة بتحلحل الأمور، بتلاقوا الجواب، لكن بدكم تشتغلوا ما تقعدوا مكتفين إيديكم. الأربعاء إذا من الساعة 12 إلى 10 الظهر توقيت بيروت، حتى الجمعة 8:10 المساء توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج السرطان. بيروح لبرج السرطان لحتى نوعا ما يشغلكم ويتقل عليكم الشغل، ويقولكم يلا يا قبضيات، يلا فرجوني شطارتكم، في شغل، في ركض، في اهتمامات، في جدول أعمال بده تتبعوه انتم، في ارشادات معينه، وفي امور صحيه كمان بدها اهتمام. حان الوقت لتهتموا بجدول اعمالكم، تشوفوا تصوركم شو هو، كيف بدكم تشتغلوا بطريقه افضل لحتى تكونوا فعالين اكثر في هذا الشهر، نهايه هذا الشهر ومطلع الشهر التالي. يعني قربت تخلص السنه، بدكم انجازات، فحاولوا تستفيدوا من كل لحظه حلوه. اعملوا حساب انه هذه الفترة فترة القمر برج السرطان بحاجة الى تدبير اولويات واهتمامات معطيات، ان كانت للاسبوع التالي او بهذا الاسبوع، لا تشهلوا فيها، ما تأجلوا بقدر المستطاع. الجمعة المساء القمر بيروح لبرج الاسد، السبت 31 قمر برج الاسد المعاكس لكم، والاحد 1 سبتمبر القمر ببرج الاسد المعاكس. ففي عنا شوية تقل في هذه الفترة، عنا شوية ضغوط بدكم تعرفوا تنتبهوا، عنا عطارد ببرج الأسد، عنا أورانيوس عم بشكل مربع مع برجكم، عنا بلوتو ببرجكم، فبدكم تنتبهوا مواليد برج الدلو. الجو أحيانا بيتشربك، فأنتم ما تشربكوا زيادة، كونوا واعيين وروحوا للأمور السهلة، ما تخلقوا كرة ثلج، يعني بتنحل حلوها، ما بقى تجمعوا عقبات. عندكم مشكلة مع أخواتكم سامحوهم، يلا تشيلوا من دربكم، هيك بترتاحوا وبتصير الأمور عندكم مرتاحة وانتم مرتاحين. بعدوا عن المشاكل كليا السبت والأحد، خاصة يلي بعتبروا من أول موالي برج الدلو كانوا 19 أو 20 كانون الثاني يناير. الأكثر حظا في هذا الأسبوع من المشتري فعلا محظوظين 7 8 و9 شباط فبراير. للمزيد من التفاصيل بالأبراج اليومية، باي باي.